قبل ما تشوف الفيديو كنتمنى تشترك في القناة وتفعل الزر ديال الجرس. ما تنساش تشجعنا بلايك. شكرا لكم. السلام عليكم، تحياتي، رجعنا من جديد. هذا الفيديو هذا انا غادي نديرو خصوصي لواحد الصديق عنده معاناة يعني مع الحي، كيفاش يدير الحي ديالو يحافظ عليه. وبغيت اليوم نشرح له، قدموا له واحد شويه ديال الافاده والدعم. انت اخويا ايوب، ايوب فيش الفيديو راه موجه ليك وموجه كاع الاخوان في نفس الوقت اللي عندهم يعني نفس المشكل. كما قال الرئيس عبد الاله على بركه الله، السؤال اللي غادي يجاوب عليه الرئيس عبد الاله دابا كيتعلق بالرئيس ايوب فيشينغ. ايوب فيشينغ تيقول: السلام عليكم خويا عبد الاله، انا كنلقى معاناه كبيره بالصيد بالسمك الحي، دائما كندي معايا الحي كيموت ليا في البحر، شنو الحل الرئيس عبد الاله؟ تحياتي للرئيس ايوب. انت خويا ايوب الا غتصيد بالحي، الا غتصيد بالحي، حنا كاع صيدنا في الاول كنا كنديو غير البيدو والبرميل والموتور ديال الاكسجين، كنمشيو كنشدو هي واحد النقطه اللي بغيتك تركز عليها مزيان. شنو هي هذه النقطه؟ الا كنتي كتاخد البوري من واحد البلاصه وكديه للبحر، راه خصك تجيب معاك الماء ديال ديك البلاصه فين شديتي داك البوري، هو اللي خصك تستعمله، ديرو في الطارو ولا ديرو في البيدو. حنا استغنينا على البيدو والطارو، كان كيكرفصنا بيني وبينك، راه ما كنوصل للمصيد حتى النص ديالي كله تيكون فاسك. ولاد هادي لا كنا غادي نهزينو في الموتور، اما لا كنا غادي نوف الطوموبيل راه كون مأكد راه كامل كيدفك مع السوكوس، راك عارف ما كاينش شي طريق ديال البحر مفرشه بالزرابي، ضروري السكوس والرمله وطلع وهبط يعني باش غتوصل داك الحي في البيدو، يعني معاناة. طريقه سهله، انا خويا هذا كنستعملوه دابا حاليا حنا للحي، امبيرميابل ما كيدوش الماء، عنده الجيب في كيدير موتور الحي، عنده هنا هاد البلاصه الصغيره ها هي ملي تقشي يدك وتجبد الحي كدير واحد صالابري صغير، وهنا هاد السلسله الكبيره هادي ملي كتبغي تعمر الماء ولا كتبغي هنا راه كتحلو من هنا. هذا راه تلقاه في جميع المحلات ديال الصيد اخويا ايوب، كاع اللي كيبيع الصيد المحل الادوات ديال الصيد. انا معمرو هنا كارطون، ها هو باش تشوفوا كامل. ها انا خويا كدير الماء ديالك حد لهنا، كدير الماء كطلق البويريات، يعني ما ديش واحد الكثره، راه الا ديتي الكثره في الحي راه كيقتل بعضياته، كيبقى يطلق واحد الافرازات وهذوك الافرازات هما اللي كيخليوه يموت. هذا الموتور وكتسد على الحي ديالك من هنا وكدوز التيو، يعني نحولو حنا الموتور هنا لهاد الجهه والتيو ديال الاكسجين كيدخل من هنا هايا شتي، وملي كتسالي راه كيتجمع تيولي بلا كيولي قدك، ملي كتسالي كيتجمع كديرو في الساك ديالك. هنا باش ما تعذبش يعني، واخا ديرو في الموطور ولا ديرو في الطوموبيل راه ما تيكونش عندك مشكل بحال اللي كيكون عندك مع البيدو. ها كي ملي كتسالي كيتيبو ليها، ها هو مجموعها مطويلة هادي، ها هو كتقشي مع الساك ديالك، ملي كتسالي كتقشي مع الساك، احسن ما تبقى غادي اخويا بالبوادة. حنا راه كنا كنمشيو بالبوادة قسما بالله، الا كيشوفونا الدراري تقول كيبيعو البن وكانو كيشدو فينا والله العظيم اخويا الا ما كانوا كيقولوا لنا واش كتبيعوا اللبن. يلا علاش حنا غاديين بالبواده وهزنا اللهم اخويا. والحاجه اللي نركز لك عليها كيف ما قلت لك، راه البلاصه اللي تمشي تجيب منها الماء اللي تشد فيها الحي هي اللي تهز منها داك الماء، سيرتو لو كنتي كتمشي تجيبو من الواد،
الا كنتي كتمشي تجيبو من الواد، حنا اش كنديرو؟ واخا نضربوه في الواد البوري، من تما كنجيبو معاه الماء ديالو فين كان عايش. اما الا مشيت بدلت له الماء ودرت له الماء ديال البحر، راه كيموت ليا في البلاصه. كتجدد عليه الماء كيموت. وما يديش الكثره واقيلا الرئيس عندي، وما يديش الكثره، ما يديش الكثره. كل ما قللتي في الحي كل ما كيبقى مزيان، تيبقى متسع وتبقى يعني في خاطرو كيعوم تما، الاكسجين عنده. منين تشوف داك الماء قوى فيه داك الافرازات بزاف، تمشي تجيب وكتبقى تبدل له شويه بشويه باش كيولف داك الماء. كتجيب ماء صافي مثلا ديال البحر، ولكن ما تخويش الماء كامل، كتنفس تحيد شويه ديال الماء وتزيد الماء. مثلا حيدتي واحد 3 لتر وكتعمر عليها 3 لتر، عاوتاني تزيد شويه، عاوتاني تحيد 3 لتر وتزيد عليها 3 لتر، حتى كيبقى عندك داك الماء ديال البحر كيتجدد كامل. يعني كتحيدو شويه بشويه باش الحوت او الفيف اللي عندك تما كيوالف تدريجيا مع داك الماء اللي كتبقى تجدد عليه شويه بشويه. وهاد السيكان هادو اللي وريتك ديال الحي راه كيتواجدوا في جميع المحلات ديال الصيد. شوف المحل اللي قريب لك اخويا ايوب، خذو راه غينفعك مزيان، وغادي تهنى اخويا من البيدوات، وغتهنى من الطروات. رحنا كاع دوزنا ديك المرحله اخويا ايوب، والله العظيم رحنا 4 الصباح غادي نهز نطارو والما كيدفق علينا وبوري كينقص وتابعنا المشاش. والله بوري كيتهز لك من علاش، حيت ما خصكش تشد عليه الغلاقه، كنديروا له واحد الشبيكه ولا شي حاجه تبقى يخرج لنا من العيون ديال الشبكه. راه بالنسبه للطريقه راك دير فيديو في القناه، رانا داير واحد الطريقه كيفاش كان بالطراح وداكشي، يرجع للفيديو ويشوف. اييه والله الا كيخرج لينا البوري والمشاش كيهزوه. يعني دوزنا هو، وهذه هي الصياده، هذه هي الحلاوه ديال الصيد. بيني وبينك رانا ما دوزش الانسان هذا الشيء، راه ما كاين والو. والحمد لله الصياده دابا ولات كتطور، وحتى المعدات ولاو يعني كاين الحل. كيف ما قلت لك وكيف ما العاده كنخلي نمره التليفون 06 17 55 75 34، 06 17 55 75 34. تحياتي لكم وديما معكم وديما الجديد. تحية للمبتدئين كاملين في جميع أنحاء العالم.